من المسلسلات غالبا نروح الى البرامج. نعم. واحده من هالبرامج يعني يشهد الله ان هذا الدكتور المتميز انا اتابع له لقاءاته لان له سرد متميز في الروايه، راح يكون معانا في عمل ايضا متميز وفي روايات وحكايات لكنها كلها منسيه، راح نتعرف على هالحكايه المنسيه من خلال وجود الدكتور جاسم الجزاع. ساعة المباركة اتابعك. الله يا دكتور. اي والله كل عام وانتم بخير. الله يسلمكم ان شاء الله، كل عام وانتم بخير ورمضان كريم عليكم ان شاء الله. اقول ويا غاده نتابعك ونشوف لك قصصك ورواياتك. الله نتابعك. الله يسلمك. واحنا محظوظين انك راح تكون ويانا في شاشه تلفزيون الكويت، لكن في هني نقاش كان حكايه ولا حكايه؟ حكايه. هي راح تكون حكايه. حكايه. للامانه راح تكون هي فيها طابع المنسي صراحه يعني. البرنامج راح يكون على قناة الكويت إن شاء الله، وأنا سعيد صراحة بتواجد على قناة الكويت. سعد المباركة. إحنا نحاول نغطي الجانب اللي يهتم بتنمية عقل المشاهد، القناة الكويتية، تنمية الفكر، تنمية المعلومات لديه. ودائما أقول أن التاريخ ليس علم جامد. إيه؟ التاريخ مو علم جامد. صحيح. أغلب الناس ينظرون التاريخ عبارة عن قصص انتهت من الماضي وكذا. إحنا نحاول نخلي التاريخ هو علم حيوي. صحيح. مرتبط في حياتنا. وهي تشويقه يعني للمتابعين. برافو دكتور. راح يشوفون الملفات اللي راح تعرض في هذا البرنامج، هي ملفات لاول مره تعرض يعني كبرنامج تاريخي، تعرض ملفات. القصص اللي تقصدها دكتور منو؟ يعني قصص عن تاريخيه من؟ هي ملفات تاريخيه قديمه. إيه؟ يعني حروب. لا ما ادخل بالحروب، يعني هناك مثلا حلقات تتكلم عن شخصيات معينه، وفي حلقات تتناول شخصيات معينه من البعد العائلي. كونه رجل سياسي عسكري راح تتكلم عن البعد العائلي. في ملفات راح تتكلم عن، انا ما راح اسميها ولا شيء، هو راح اسمي الحلقات. في ملفات او في حلقات راح نتكلم فيها من عن حوادث لاول مره يعني تطرح في الاعلام يعني تاريخيه. طيب الحقبه الزمنيه يعني اللي انت رايح لها حقبه متنوعه. احنا تكلمنا عن قبل 1400 سنه، ممكن قبل 1000 سنه، ممكن قبل 200 سنه. وكلها حكايه عربيه. كلها حكايه تهم الشان، نقدر نقول الشأن العربي الإسلامي يعني. إيه؟ يعني راح يطلع المشاهد بعد 30 حلقة بجرعة معلومات جيدة، وحاولت أني أربطها بالواقع. دكتور سرد الحكاية، أنا جايك في عملية، ترى جزء من نجاح الحكاية ذاتها عملية سردها. نعم صحيح. لكن قبل قصة السرد في مضمون معين حتما تبي توصله، في رسالة معينة أكيد تبي توصلها. يعني أنت ما اخترت هذه الحكايات هكذا. نعم. الا فيما مسجات، اهم هذه المسجات اللي تبي توصلها، الرسائل. هو للامانه راح تشوف الحلقات، في حلقات تتكلم عن الجانب الاداري وكيف نحكم المنظومات اللي نحكمها الان. صح. مثلا الجوانب الاداريه، كيف الانسان يتعامل مع الموظفين، كيف يتعامل مع الاتباع، منظومه الاتباع، راح نتكلم عن الفكر القيادي لدى بعض الشخصيات. في امور تتكلم عن الجانب الاجتماعي. الاجتماعي، امور ذات ابعاد اجتماعيه. في حلقات تعطينا فوائد متعلقه بالاستفاده من الوقت، يعني الاستفاده من الوقت، كيف الانسان يستفيد من وقته ويكون يعني. راح اتكلم عن شخصيه هي معروفه تاريخيا ان شخصيه علميه بحته. لكن ما حد يدري انه كان رئيس مجلس وزراء. له جانب اخر. جانب اخر، جانب سياسي. وكان يعني بششنا كذي بس مجرد تشويق للمشاهد. والله ودي يعني نخليها للمشاهدين. مثلا اعطيكم مثال، مثلا راح اتكلم عن وفي ملفات تتكلم عن مثلا اليهود، خاصة الفترة هذه، خاصة أن تعرفون موقف الكويت يعني مشرف. صحيح. موقف غزة، تكلم عن ملفات تخدم القضية الفلسطينية، تخدم القضية اللي هي المعاداة الصهيونية وغير ذلك يعني. في ملفات راح نتكلم فيها عن مذكرات أسير، مذكرات أسير عسكري، أسير كان موجود في أحد الجيوش الإسلامية وكان يوثق بالوثائق كيفية تعامل العرب والمسلمين مع الأسرى. فهذا يعتبر أمور جيدة صراحة لمن سوف يشاهد برنامج إن شاء الله. دكتور ياخذ معاك وقت عمليه التحضير لمثل هذه المادة. نعم صحيح. يعني ولا وتكون حريص، لان باكر نادر يقعد لك غاده، تقعد لك هذا في غلط في خطا هي غلط. وللامانه هي الحلقات راح تكون مثيره. راح تكون مثيره في معلومات، لا اسميها معلومات جدليه، لكن معلومات فيها وجهه نظر اخرى. جميل. فراح تسبب مجموعه من التساؤلات الايجابيه، التساؤلات البحثيه. وانا ضامن بان بعد كل حلقه
ان الناس بعد السحور وبعد كذا يفتحون المكتبه ممتاز. او الجوجل زين ويبحثون عن هذه المعلومات، راح يتاكدون ان هذه المعلومات فعلا مثريه ان شاء الله. اسعدنا يا دكتور، وباذن الله يكون برنامج يرضي الذائقه كعادتك تبارك الرحمن بسردك المتميز. الله يبارك فيك. اسعدت بوجودك. امين. تسلم. بارك لك. شكرا مقدم. شكرا دكتور وحياك الله. شكرا بارك لك. من الدكتور وبرنامج حكايات منسيه بنوي هي بالفرنسي بنوي احلام بنوي إيه؟ بنوي اي بس شنو تو الناس لا لان انا دائما اسمي العبد عبادي بينومنا الظهر وما ادري ليش بنوي احلام سعيده لازم شنو تكون سعيده الاحلام لازم سعيده لازم تكون سعيده بعد الفاصل